السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحل الكلام إلا بذكر الواحد الديان، ولا يحل القول إلا بذكر الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. إحنا طبعا الفيديو دوت خاص بمناصرين الحق، مناصرين محمد الهادي. طبعا القضية اللي شغلت السوشيال ميديا لدرجة إن الناس بدأت تزهق من سيرة القضية. لكن يا جماعة الحق دايما صعب، يمكن لما بيكون في طرفين متشابكين او في بينهم وبين بعضهم قضايا، فاكيد يعني الحق ده واكتسابه ونصرة الحق بيمر على صاحب الحق بوقت طويل جدا. لكن احنا هنتكلم النهاردة في مجمل ايه؟ ان احنا بنطمن انصار الحق. ان شاء الله القضية بتاعت منها من الطرف الثاني في قضية الزنا اللي رفعها محمد الهادي عليه هو وتغريد اتأجلت ليوم 17/8. طيب يعني يمكن احنا حسينا من بعض المناصرين كده ان يعني بدأ يدب في قلبهم الخوف او القلق من اجراء النتائج، لان ظهرت توت فروتي وظهر منعم وظهر المحاميين وظهر ناس كتير جدا وكانوا بينددوا بالبراءة. لكن يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل نحرهم في عنقهم. يعني ايه؟ يعني هم كانوا يوم الجلسة بيطلبوا، والأمنية الوحيدة اللي كانوا يمكن رايحين على الشيء عشانها ومدشنين نفسهم عشانها، وهي محاولة إخلاء سبيل منعم. هنا اللعبة، يعني يمكن في ناس قالت إن بدأوا إن هم يعني يوصلوا لسكرتير الجلسة والمكتب البريدي وعلشان قرايبهم ضباط وفي ناس سنداهم وحاجات من دي. يا جماعة يعني ممكن أواضي كام ألف قضية في محكمة النقض كل أسبوع، كم عدد الأواضي اللي في محكمة الأسرة كل أسبوع. يمكن يعني يكون حصل لغط، أو قد يكون إن مسؤولين البريد عندهم عذر. لكن بفراسة السد العالي ومحمد الهادي وصحيانه وذكائه في يوم الجلسة، كان ممكن سمعوا من القاضي أو سمعوا من سكرتير الجلسة إن عدم ورود تقرير الطب الشرعي وإن القضية هتتأجل، وكان حطوا إيدهم على خدهم وخلاص. لكن هنا المستشار أكرم سلام ما بيلعبش، المستشار أكرم سلام بدأ إنه لدرجة إنه راح لحد مصلحة الطب الشرعي عشان يتأكد في نفس الوقت بتاع إقامة الجلسة وتفعيل الرول، ما يصبرش لتاني يوم أو لتالت يوم لحد ما تبين الحقائق. لكن إحنا بنطمن حضراتكم إن القضية في مسارها الحقيقي وفي مسارها الصحيح كمان، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ميسر ومسير القضية لحد دلوقتي. إزاي لا يعقل يعني إن قضية تكون في منوط محكمة الأسرة ويتغير مسارها إلى مصلحة الطب الشرعي؟ وهنا ده كان لب القضية كلها. لكن احنا بنأكد لحضراتكم يعني ونبشركم. هتقولوا طب انت هتبشرنا ازاي يا استاذ مجدي؟ طب قول لنا حاجة تطمنا. انا طالع الفيديو ده بس عشان اطمن جميع انصار الحق، الناس اللي بتحب محمد الهادي، الناس اللي بتطلع معانا على البسات وبتبكي من شدة فرحتها بالنصر، وزي ما احنا قلنا كده دموع الفرح. ويمكن في ناس كتير جدا من المناصرين لمحمد الهادي ما يعرفوش محمد الهادي او شخصيا، او محمد الهادي ما يعرفهمش، كانوا متواجدين في حرم المحكمه محكمه النقض يومها، والناس كانت بتجري والناس بتحاول تصور والناس كلها عماله تنقل الاخبار كاننا مراسلين مع بعضنا. لان القضيه مش قضيه محمد الهادي، ده قضيه راي عام، قضيه انتزعت من قلب تغريد الرحمه والشفقه والاحسان، وانها تصون العرض والمال والشرف لمده 11 سنة. يمكن ان نقول لحضراتكم ايه البشائر اللي تبشر حضراتكم بالنصر لمحمد الهادي ان شاء الله يوم 17/8. وعلى فكرة يعني من وجهة نظر انا ان قضية 17/8 يمكن اقوى من قضية انكار النسب، اقوى من قضية انكار النسب. ليه؟ لان قضية انكار النسب ماشية كلها باوراق لحد دلوقتي، باوراق فقط لا غير، ان المتهمة لم تمثل امام مصلحة الطب الشرعي في 6 جلسات، وشهود العيان والحاجات دي كلها يمكن موثقة في قضية إنكار النسب. لكن قضية الاتهام بالزنا دي يا جماعة موثقة بالأفعال وليست الأقوال. يعني منهم بعد ما كان الطريق مفسوح قدامه وكان هربان لمدة 5 سنوات لحد ما يسقط الحكم التقادم، رجليه جت في الخية زي ما احنا بنقول، يعني اتغفل زي ما احنا بنقول. يعني ايه اللي جابه من هروبه لتسليم نفسه لطلبه
وطلب دفاعه ان هم يروحوا مصلحه الطب الشرعي، ده كلها بالتيسير من ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي خلى محمد راتب يشهد؟ ايه اللي خلى ابراهيم البواب يشهد؟ ايه اللي خلى تاجر العصافير ابن صاحب العقار؟ دي كلها دفوع موثقه لمحمد الهادي. لكن انا طالع عشان نفرحكم ونأكد لكم ان انسحاب جميع مناصرين الزوجه وحتى الزوج النهارده ما فيش منصات بيتكلموا عليه، حتى المنصات اللي طلعت ضد محمد الهادي وقوف الاسد اكرم سلام في القضيه ورجوعه لارض الواقع ورجوعه لحلبة المصارعة أوقف الجميع بل ألجم الألسنة. النهاردة ما حدش بيشوف حد بيتكلم عن محمد الهادي، لأن أنا لو صاحب حق ضد محمد الهادي مش هتراجع، زي ما احنا أصحاب حق ضد تغريد لمحمد الهادي مش راضيين نتراجع مهما كانت المسببات، مهما كانت انذارات على قنواتنا، مهما كان وقف ربح على القنوات، لأن القنوات بتروح وبتيجي، لكن اللسان وصاحب الحق والمبدأ والثبات على المبدأ ما بيرجعش خطوة لورا. النهاردة يعني لو تفتكروا من فترة صغيرة مش بعيدة يعني المنصات وعمالين يهدوا في محمد الهادي ونقد ونهش، وانت عقيم وانت ديوز وانت مش عارف ايه وانت كنت بتشغلها وانت 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 وانت، لكن الحق ثابت، الحق ثابت. يعني مهما يكون الباطل علي فالحق اعلى منه، وزي ما وضحت لحضراتكم ان الحق والباطل موجودين من يوم ما الدنيا ما اتخلقت، من يوم ما الدنيا ما اتنشأت، وهيفضلوا قائمين الحق ضد الباطل لحد نهاية العالم ونهاية الدنيا. فالنهاردة المناصرين فين؟ يعني بتشوفوا قنوات تتكلم ضد محمد الهادي وبتناقش محمد الهادي تاني؟ لا خلاص. ليه؟ لان كانوا بيتكلموا في شيء كانوا معتبرينه، احنا كنا شايفينهم كانهم شايفينه سراب ويحسبه الظمآن ماء. يعني كل من الانسان يعطش كده لما تكون ماشي على طريق وتبص بعد نظرك تحس انه ميه، وركب تروح لا توصل له تلاقيه خلاص هو نفس الطريق نفس الطريق. فهم كانوا شغالين في قضيه محمد الهادي كسراب، لكن ربنا سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، وربنا سبحانه وتعالى وعد المظلوم ولننصرنك ولو بعد حين. فمحمد الهادي النهارده قضيته قضيه حق، واحنا قلنا ان قضيه الدعوه اللي رفعها محمد الهادي على منعم في الوقت الحالي اللي هي تحديدا يوم 17/8، احنا مش عايزين نتكلم في الكواليس اللي حصلت، لان احنا اتكلمنا فيها في فيديوهات قبل كده وقلنا ان هم كان شغلهم الشاغل بس ان هم يخلوا سبيل منعم بالفعل، لانهم حسوا ان هم اتورطوا، حسوا انهم بيظهروا ان هم اللي بداوا يظهروا الحقيقه. النهارده اظهر الحق ولا محمد الهادي ولا المستشار اكرم سلام ولا مجدي ولا اي حد، اللي بيظهر الحق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيظهره، وعلى ايد مين اللي عليه الحق؟ يعني هم اللي سلموا نفسهم وهم اللي ورطوا نفسهم وهم اللي طلبوا تحويل للطب الشرعي وهم اللي اتاخد منهم عينه وهم اللي هيطلعوا ويقولوا ان محمد الهادي صاحب حق. يمكن عاوزين نوضح بس نقطه عشان برضو بعض اخواننا واخواتنا مختلفين فيها، وهي نقطه نسب الاولاد. نسب الاولاد، هل لما يطلع من صلب تغريد ولد او اثنين او يطلعوا من صلب منعم هل دول هيتنسبوا لمنعم؟ احنا بنقول يا جماعه ما ادينا هدر. يعني ايه؟ يعني لا ينسبوا لمنعم بالاسم. طب ليه؟ ما في ناس بعد كده يا استاذ مجدي بيخطئوا والولاد بتنسب ليهم. هنا في فرق يا جماعه، في فرق. الراجل ده متجوز وهي ست متجوزه، واخدين بالكم؟ يعني الناس دي محصنه، تمام؟ فهنا ما ادينا هدر، يعني اولاد تغريد مش هينسبوا باسم منعم، ولا هيورثوا في اسم منعم، ولا هياخدوا حقوق شرعيه في اسم منعم. يعني ايه؟ طب امال الناس اللي بتتثبت باسم ناس ومش عارف ايه، وقضيه زينه واحمد عز والعيال اللي اتثبتت باسم ابوهم، يا جماعه في فرق ما بين وضع قضيه تغريد ومنعم، دي متجوزه ودي متجوز، ده زنا، وفي فرق تاني بين الاغتصاب. يعني ايه؟ يعني الاغتصاب ده لو مثلا راجل راح جابوا بنت يعني مثلا قاصر او سيده متزوجه واغتصبها، لو قدرت انها تثبت ان وقعت الزنا من خلال اغتصاب، فهنا يا اما بيعرض للمساءله القانونيه وهي احد عقوبه الاعدام، يا اما بيتم اضطراده وبيتم الزواج منها واثبات الاولاد لاسمه. طيب هل بياخدوا حقوق؟ لا، ما بياخدوش حقوق ولا ورث ولا حاجه، هو مجرد اثبات اسم فقط لا غير. ده عشان نفرق بس بين النسب من الصلب والعواضي
الأخرى. يمكن كان شروم الشاغل إن منع يتم إخلاءها بينه بضمان محل الإقامة أو كفالة، وده اللي القاضي تغاضى عنه وأجل القضية ليوم 17/8، ودي يعتبر ثالث مرة في قضية دعوى الزنا المفروض محمد الهادي إن أهل المتهم أو مدافعين أو دفاع المتهم منع يطالب بإخلاء سبيل المتهم. يعني كأنه غرق في البحر، كأنه عرف إن خلاص إن الحق كل الناس هتعرفه. أكيد منع من النهاردة هو اللي بيثبت لمحمد الهادي، هو اللي بيثبت للناس كلها إن هو هو الأب، هنقول الأب الشرعي ولا الأب القانوني؟ ولا كان شرعي ولا كان قانوني، لأن الشرع حسب تعليم الشرع والقانون على حسب ما يحسه القانون، لكن يثبت للناس إن هو اللي افتعل هذه الفعل. يعني هو يخلف محمد الهادي يثبت الأسماء، هو كان مرتاح على كده الأستاذ من. فإحنا طلعين الفيديو ده يعتبر دردشة كده مع حضراتكم عشان نوضح لكم الحيثيات دي، وإن القضية خلاص يوم 17/8 بالنسبة لي أنا أقوى من قضية إنكار النسب، لأنها هتثبت على أرض الواقع الأولاد كانوا من صلب مين. وطبعا تغريد زمانها دلوقتي يعني هي اللي عمالة تضرب كف على كف وعمالة تلعب الثعلب فات وفديله سبع لفات، لكن إحنا طلعنا نوضح للناس بس يعني بعض النقط المهمة اللي يمكن حضراتكم ما بيتاحش الوقت ان انتوا تسمعوها مننا او تتابعونا على البسات. وان شاء الله هنعمل بس اليوم النهاردة في حدود الساعة 10 مساء بإذن ربنا سبحانه وتعالى، ونتكلم في جميع الجوانب في القضية. لكن انا بأشر لحضراتكم يعني ابشروا وافرحوا وزرغتوا والدنيا كلها حلوة يوم 17/8 ان شاء الله. لو كان لينا في العمر بقية هنكون متواجدين مع محمد الهادي في قاع المحكمة، لأن ده هتبقى الجلسة النهائية، الجلسة جلسة الفصل في القضية الأولى. على قد ما يمكن قضية إنكار النسب مهمة جدا جدا جدا، بس اللي هيساعدها ويقوي القضية هي جلسة 17/8، لأن بعد صدور الحكم وثبات إن ولد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة من بطن تغريد لصلب منعم، فده هتساعد محمد الهادي كتير جدا 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 في القضية بتاعت إنكار النسب اللي هتبقى الليلة الكبيرة أو الفرحة الكبيرة. يعني الجلسة اللي جاية هنقدر نقول عليها العيد الصغير، والجلسة الأخيرة بتاعت إنكار النسب هتكون جلسة العيد الكبير. يعني لو حضراتك شاهدت معايا الفيديو للنهاية ياريت ما تستناش في الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. لو حضراتكم متابعين قضية محمد الهادي وتغريد دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.